يشرفني ويسعدني انني نكون يعني متواجده في حفل رياضي كبير بحال هذا يعني ليله النجوم، وانني نكون من ضمن النجوم الحاضرين هذه شي حاجه اللي انا تشرفني وتسعدني. وان شاء الله من هذا المنبر نتمنوا يعني التوفيق للمنتخب الوطني المغربي ويفرحنا يا ربي. هذاك الشيء صراحه كيبقى بينو بين اداره امالي. انا اللي غنبغي نقول هو انني ما عمرني غادي نقلب على داك البز الخاوي ديال انني نطلع نبدا نعير في عباد الله ولا نبدا يعني نشوه السمعه ديال شي حد. كان كل الاحترام لكل شيء. اللي غادي نبغي نقول هو نعتذر من جمهور اكادير اللي قطع لي تيكي باش يجي يحضر، وان شاء الله كنعوضهم قريب. غيسمعوا هذه الجمله بزاف ديال لي زانترفيو، غير ان شاء الله غنوعدهم يعني بحفل قريب ان شاء الله في اكادير ونشارك معاهم الفرحه. وانا دائما كنبغي نوصل الحوايج الايجابيه للجمهور ماشي المشاكل، لان المشاكل كل نهار كاينين مشاكل في الفن. ما غاديش نبقى كل نهار كنطلع نقول لهم كذا وقع 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 صافي، هذاك الشيء كيطلع لبنادم في الراس. وكشوف كل واحد يعبر بالطريقه اللي بغاو، كل واحد الحاجه اللي دراتو يطلع يقول. انا شخصيا ما عمرني كنبغي نطلع نعير شي حد ولا نطلع نقلل من شي حد، هادشي اللي كاين. بغي نقول مبروك 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 مبروك، وانا حاسه بالفرحه الكبيره ديالها. وان شاء الله يا ربي نشوفها احلى ماما حتى هي، لانها فنانه كبيره. شفت الانترفيو ديالها وعجبني بزاف، فنانه كبيره يعني كيف ما قالت يعني شاركنا معاها حياتها كامله يعني الفنيه والشخصيه. ف يشرفنا ويسعدنا يعني اننا نشاركوا معاها فرحتها كذلك بالحمل، والله يكمل لها كل شيء على خير يا ربي. وفنانه كبيره كنحماق عليها. حنا المغاربه والجزائر واحد، ما كاينش فرق. بحال الفنان المغربي بحال الفنان الجزائري. ديجا درت انا وسليم كرافاتا، وان شاء الله مازال جاي، مازال الوقت جاي ان شاء الله الاعمال ثانيه ان شاء الله. سعد دائما مبدع، وسعد دائما يعني كيقدم اعمال في المستوى، وان شاء الله الله يسهل عليه يا ربي ووفقه ونفرحوا به معنا قريب ان شاء الله. كاين بزاف ديال الاسماء في بالي وفي بالنا بزوج يعني انا وبابا، انما مازال ما لقيناش اسم محدد. باش نكون معك صريحه، مازال ما لقيناش شي اسم اللي صافي ان هذا هو الاسم. علاش لا، انا تتعجبني الكره، انا كنتفرج في الكره. ما عرفتش بصراحه، انا غنبغي المنتخب الوطني. لا بيتر الرجاء والوداد فرق كبيره يعني اكيد. انا من عشاق الوداد والرجاء بدون تفرقه بيناتهم، ومن عشاق المنتخب المغربي. انا بجوج، انا وداديه ورجاويه في نفس الوقت. تحية كبيرة للا مولاتي، وشكرا لأنا على تتبعكم أخباري دائما، وكنحماق عليكم. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال للا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.